نجوم النادي الاهلي لسه مواصلين دلوقتي. طبعا ده نجم جديد في النادي الاهلي، بطوله كاس مصر طبعا، وبطوله يمكن كانت غايبه عن النادي الاهلي خلال فتره كبيره. عم حارس وعم مكي طبعا جنود مجهوله في النادي الاهلي، ويمكن عمل مجهود كبير جدا على مدار الموسم والمواسم السابقه. مبروك عم حارس. الله يبارك فيك. ده طبعا بعد الكاس ده لزميلي محمد مكي طبعا عشان بكره عيد ميلاده طبعا، وسيد عواد طبعا وحنفي ومصطفى وسالم وطارق وكل العمال عشان ما ننساش اي اسم اي فرد فيهم. بهدلهم الكاس مصر اللي احنا خدناه، والحمد لله كاس مصر ده ما جاش الا بجي بعد بمجهود طبعا مجلس اداره واللاعبين وجهاز المعاون والاداريين والجهاز الطبي، وكل كل واحد تعب ربنا بيديله على قد مجهوده، وحصلنا على كاس مصر النهارده والحمد لله. حارس عم مكي مبروك. الحمد لله، واحنا بنشكر الكاس دوت للنادي الاهلي واللعيبه واحفادي اولادي. كذا كذا غلى علينا قوي، بقالنا 9 سنين ما خدناهوش. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طبعا فرحه اكيد كبيره كل جمهور النادي الاهلي وفوز